عايز بس اقول ملحوظه، انا عملت هنا سلطه زبادي جنب البرياني، سلطه زبادي فيها خيار مبشور ومعلقتين من النعناع الاخضر المفروم ورشه ثوم صغيره او فص ثوم صغير مع شويه ملح صغيرين وعلبتين زبادي مثلا دايت او زبادي عادي بصراحه. ده كان زبادي عادي. ما احنا قلنا بقى الحقيقه يعني.